اضطراب طيف التوحد. هذا الاضطراب ماهوش ما عندوش يعني سبب واضح. احنا نعرفوا باللي جينيتيك كاينه فيه مثلا، بس علاش؟ باسكو نشوفوا باللي مثلا التوأمين كيكون واحد منهم مريض باضطراب طيف التوحد 90% ولا اكثر، الطفل الاخر عنده اما اضطراب طيف التوحد اما اضطراب واحد اخر. ونلاحظوا باللي في العائلات اللي كاين هذا الاضطراب ولا كاين امراض عقليه واحد اخرى يكون عندهم يعني لو ريسك تاع يكون اضطراب طيف التوحد عند واحد من الاطفال هذوك قوي على العائلات الاخرين. اما الاسباب الاخرى ما كاينش الاسباب الاخرى اللي لحقوا لي ريغوشيرش باش يصيبوها لا هنايا لا في العالم كامل. باش نساعدوا طفل المصاب بالتوحد لازم نشخصوه بكري صغير باش نقدروا يكون عندنا الوقت نلحقوا للدراسه تاعو. كي نشخصوه بكري نبداو العنايه تاعو بكري، وباش نعاونوه العنايه تاعو تكون منا حنايا ومن العائله تاعو، خاصة الوالدين والإخوة والأخوات. ولهذا لازم في العناية تاعو حنا لازم نعتني وتاني بالوالدين وبالإخوة والأخوات، يعني باش نعلموهم كيفاش يتعاملوا معاه وكلش، باش ما يبقاش الشيء غير فينا. باسكو علاش دوك هذا الطفل اللي مصاب باضطراب طيف التوحد او يقعد معنا مثلا في سونتر ولا في كريش ولا في كونسلتاسيون، ولكن هذا الطفل هذا كي يخرج من ربعه للفوق ويبقى باضطراب طيف التوحد اللي بي كان راه باضطراب طيف التوحد، دونك لازم هنايا الوالدين العائله كامل لازم تندمج في هذا الاعتناء بهذا الطفل. الوالدين اولا الحاجه الاولى نقول لهم لازم ما يتجاهلوش حاجه اللي باينه في الطفل تاعهم، خاطر قد ما يتجاهلوا قد ما الوقت يجوز على ذاك الطفل ويكونوا النتائج من بعد تاع التشخيص تاع الاعتناء به تكون عيانه، تكون ماشي مليحه النتائج. دونك كي يكونوا من الاول ما يتجاهلوش هذاك الشيء اللي يشوفوا في ولادهم، باسكو ما كاينش اللي يعرف ولادو كيما الوالدين. كي يهضروا يتجهوا عند الطبيب باش يهضروا له على المشكل هذاك، من بعد كي يصير التشخيص يولوا يعاونوا الاخصائيين. فاش يعاونوهم اخصائيين واش يخدموا مع اخصائيين؟ يعطوهم لهاد الوالدين خدمه اللي يخدموها في الدار اللي ماهيش كيما في المدرسه مثلا يقعدوه في طابله ويدير كولورياج ويدير هذه، ماشي هذه هي خدمه تاع الوالدين. الوالدين لازم يدخلوا الطفل يدخلوه دائما في المحيط الاجتماعي تاعهم. لازم باش نعتنيو مليح بهذا الطفل لازم يكون عندنا بزاف لي ستركتور، حنا ناقصين في لي ستركتور، ولازم يكونوا يكون التمدرس تاعو التمدرس اللي يحترم الحاله تاعو ويعتني بالحاله تاعو. يعني التمدرس باش روح تدخلو في مدرسه هكذاك وتقول له روح تقرا ويقبلوه وخلاص، لازم هذاك الطفل يبقى الاعتناء بالطفل التوحد تاعو يمشي مع الدراسه.